الكانسر انتصر في رحلة شريف شاكر بعد ما غير دمه بالكامل. خسر 30 كيلو من وزنه، وآخر ساعات ليه ما كانوش سهلين وصدمة كاملة لكل محبيه. وفي خبر حزين أعلن الفنان علي الألفي على حسابه على الانستجرام وكتب: إن لله وإنا إليه راجعون. شريف دلوقتي تعافى، راح لرب العالمين الرحمن الرحيم، راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمه بكلامه وحكاياته. شريف ما بقاش مريض ولا محارب سرطان تاني. مع السلامة يا صاحبي يا جميل. وأول ما الخبر انتشر، الفنان رامي جمال نعى شريف شاكر وكتب: انتقل إلى رحمة ربنا شريف شاكر المقاتل الراضي المحتسب، أسألكم الدعاء. ونعى كمان الملحن إسلام زكي وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، مش مستوعب لسه والله، ربنا يرحمك يا شريف، كنت جبل يا ابني والله، الواحد مش عارف يقول ايه، بس كنت مدلنا الامل ومحسست ان مفيش اي حاجة تستاهل، وفي عز تعبك كنت بتشجعني وتبارك لي، كان عندنا امل والله ربنا ينصرك على المرض اللعين ده، بس اكيد شايل لك حاجة احسن. والحقيقة ان الفنان شريف شاكر لتاريخ طويل مع المرض، وكان كشف من كام شهر بس الموضوع بدأ ازاي، وظهر في لقاء تلفزيوني وقال انه كان صائم في وقفة عيد الاضحى، ووقتها عرف خبر انه مصاب بالسرطان، وقال انه بعد الافطار قرر يروح الاستوديو لتسجيل اغنية ليه، وتعامل بشكل طبيعي كأن ما حصلوش اي حاجة. والاغنية كانت مؤثرة جدا في حياته، لانها على حسب كلامه بتعبر عن التحدي والاصرار على مواجهة الصعاب بقلب شجاع، ومن بعد كده بقى حاسس انه اقوى. وكان في 2019 المطرب شريف شاكر كان بقاله سنة مصاب بالسرطان، ووقتها اضطر يخضع لعملية زرع نخاع عظمي لتغيير دم الجسم بالكامل، وده بعد ما اخته تبرعت له بالدم. وقتها كشف ان نجاح الجراحة اللي خضع لها كانت 50%، ونسبة وفاته كانت عالية جدا في العملية دي، وكان كل الدكاترة وقت العملية بيعملوا عملية تانية لتركيب قسطرة وريدية مركزية في الصدر، وقال انه هيتم عزله لمدة شهرين في كبسولة. وقبل دخوله أوضة العمليات كشف شريف على الفيسبوك: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، محطة مهمة وصعبة جدا في رحلة علاجي، كالعادة يقيني بربنا بيزيد مع كل مطب أصعب، وثقتي بتزيد اني هعدي ان شاء الله. عملية زراع النخاع العظمي هو عملية تغيير كل دم الجسم، وفي حالة المتبرع هو أختي الله يحفظها، وبنسبة توافق جيني 50%، وده زي المستشفى خلاني أمضي ووافق بيخلي نسبة نجاح العملية متساوية مع نسبة الوفاة اللي هي 50% برضو، مع احتمالية ارتجاع المرض في حالة التعافي إن شاء الله، بس ربنا قادر يعديني منها على خير. وكان أكتر حاجة تعب الشريف وقتها موضوع العزل، وقال: مش هشوف فيهم غير الدكاترة وممرضين، وبعدها إن شاء الله من 6 لـ8 شهور عزل مناعي ومتابعات، ربنا يهون الأيام ويلهمني القوة والصبر، آسف لو بتأخر في الرد على أي حد بيكلمني أو بيكتب لي، وشكرا لكل واحد فاهم ومقدر حالتي وبيدعمني، خلوني في دعواتكم. والحقيقة إن رغم معاناة شريف الكبيرة مع المرض إلا إنه تعافى في الفترة الأخيرة قبل ما يهاجمه المرض مرة تانية، وبسببه خسر 30 كيلو من وزنه، لكن وسط كل ده بيحاول يبقى أقوى، وألف كتاب عن فترة مرضه باسم هرجع أقوى، ودي الجملة اللي كان بيقولها طول الفترة في كل الصور. أما بقى عن بداية شريف مع الفن، فهو من الأساس قضى بداية حياته في المملكة العربية السعودية قبل ما يرجع لمصر وهو عنده 16 سنة، وقدر ياخد بكالوريوس نظم معلومات الإدارية، وبعدها درس واتدرب بدار الأوبرا المصرية على إيد دكتور محمد عبد الستار والمايسترو سليم سحاب، وقدر ينضم لفرقة نغم شرقي اللي أحيا معاها حفلات كتير جدا بالأوبرا وساقية الصاوي، وأصدر شريف أولى أغانيه الخاصة واللي كان اسمها عمري ابتدى، ودي من 3 سنين. والسنة اللي فاتت طرح أغنية تانية لي باسم نقطة سودة، ودي بمناسبة عيد الحب. والموجع ان الكل حاليا حزين على فراق شريف، ومفيش حد مستوعب الصدمة بما فيهم اخوه اللي كتب على حسابه: توفي لرحمة الله تعالى اخويا حبيبي شريف، انا مش قادر استوعب حاجة. وبعدها نشر مكان الجنازة والدفن، وطلب من الناس يدعوا بالرحمة لاخوه، ادعوا لشريف بالرحمة.